ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is teacher غدا إبراهيم. How are you عمر؟ كيف حالك؟ I hope you're fine إن شاء الله. إن شاء الله this is a course plan for this month. We will continue memorizing from جزء عامة. We will take سورة الزلزلة إن شاء الله and سورة البينة إن شاء الله بإذن الله. I will refine and إن شاء الله we will take a revision in all in every surah we memorized it before, inshallah. This is Surah Al-Bayyinah. I will recite it for you. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. And this is سورة الزلزلة. I recite it. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال
قال ذرة خير يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. And inshallah we will take for Arabic, inshallah we will continue take the letters with Dhamma. Okay, this is called Dhamma. When you see it above the letter, the sound it will be U. Repeat after me, Ya Omar. U, Bu, Tu, Su, Ju, Hu, Hu, Du, Zu, Ru, Zu, Su, Shu, Su, Du, Tu, Vu, Au, Ru, Fu, Ku, Ku, Lu, Mu, Nu, Hu, Wu, Yu. Inshallah, and we will take some words to learn how to read with the three vowels Fatha, Kasra, and Dhamma, like here, U, Zi, Na, U, Zi, Na, U, Ha, Bu, Sa, Ha, Bu, Sa, Tu, Ti, Ai, Tu, Ti, Ai, Ya, Ri, Su, Yari, Su, Ju, عي لا جوعي لا. Okay, this is our course, inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.